أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمد تسقينا من يديك عند حوض الكوثر. للأمة خليت سنتك الجوهر. صلى عليك الله يا خير العباد، أنت الشفيع يا خاتم الأنبياء، أعطيتنا وحي يقين رحمة للعالمين. حبيبي أنت مسك وطيب الحياة، مثل الرجال زوجا رحيم، ولآله آبا حنين، ولصحبه قمة الوفاء، ولربه عبد السلام. أممت كل الأنبياء في ليلة أسرى بك، أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمد تسقينا من يديك عند حوض الكوثر. للأمة خليت سنتك الجوهر. صلى عليك الله يا خير العباد، أنت الشفيع يا خاتم الأنبياء، أعطيتنا وحي يقين رحمة للعالمين. حبيبي أنت مسك وطيب الحياة، صلى عليك الله يا خير العباد، أنت الشفيع يا خاتم الأنبياء. لنا وحي يقين رحمة للعالمين. حبيبي أنت مسك وطيب الحياة. This whole floor is actually for masjid, prayer halls. There are quite a few halls here, and every hall has a shoe rack outside and two entrances to it. That's one. This is the one from where I'm entering, and that's the other one. They're quite spacious and airy. And you can see the mountains. If you can see, you can't see. There you can. There are extra chairs for the people who cannot sit on floor. There's this partition as well, if in case ever anybody needs it, or they need it for some reason. There's the cell city for Umrah or Hajj transmission. This is the place for wuzu. There are motion sensor lights in here, and it's pretty clean and quiet and scary sometimes. So these are the toilets and for ablution. عالمي